السلام عليكم. هنا رانا في اين تلتقي الواد تاع السمار، هذا هنا هذا واد السمار، ياتي من منطقه واد السمار، اذا المنطقه الصناعيه خاصه، ويجي ويتلاقى هنا، يتلاقى هنا مع واد الحراش. هنا نقطه الالتقاء بين واد السمار وواد الحراش، وهذه المنطقة هي تعتبر حضارية عمرانية كبيرة على مستوى مدينة الحراش. لاحظ هنا هنا نشوف المركز تاع المدينة تاع الحراش، وهنا منطقة لامونتان، وكذلك لاحظ انه فيه جسور كثيرة حول هذه المنطقة. إن شاء الله تكون فيه تهيئة في المستوى، لأن كل المنطقة هذه راهي قيد التهيئة. هنا نشوف ملاعب تاع كرة القدم، تاع رياضات جماعية، وكذلك نشوف فيه هنا عمليات تاع هدم البنايات القديمة، البنايات العشوائية، يعني مازالت العملية تاع الهدم هذه مازالها لم تنتهي، مازالها متواصلة. وهنا نشوف الروف الطريق، هذا هنا عندنا هذا الطريق يؤدي إلى وسط مدينة الحراش، وهو داخل يعني في الإطار العام نتاع التهيئة نتاع واد الحراش. إذن لأن هنا فيه أشغال جديدة نتاع التهيئة نتاع الضفاف، نتاع الضفاف تاع واد الحراش، فيه أشغال. الجهة المقابلة يعني وين راه الرافعة لهيه، السلام عليكم. إذن هنا نلاحظ أنه فيه أشغال نتاع تهيئة الضفاف، وبالطريقة اللائقة، لأنه التهيئة في بعض الأماكن هي غير حجارة، لكن هنا نشوف فيه مدرجات، وهذا هو يعني الأفضل تكون في مدرجات بالأسمنت، مدرجات بالخرسانة. أنا لاحظ على مستوى الرافعة ما فيه أشغال نتاع الضفاف باستعمال مدرجات خرسانية يعني بحجم كبير، وهذا الشيء إيجابي كتير، وهذا هو النوع نتاع التهيئة اللي لازم يكون على الضفاف. لازم تكون الضفاف نتاع الواد مبنية بالخرسانة، هي أفضل وسيلة وأفضل مادة لماء للخرسانة للإسمنتية، خاصة إذا كانت
خرسانة مسلحة بالحديد فهي تعطي وجه لائق أولا، وثانيا تمد الصلابة والمقاومة اللازمة إذن على الضفاف نتاع الواد. هنا نشوف هذه التهيئة، إن شاء الله تكون التهيئة من الجهة هذه، من الجهة المقابلة تكون بنفس الشيء، يعني نفس الاستعمال الخرسانة المسلحة. إذن هذا هو التهيئة، وهناك عادة كالعادة تصرفات تاع بعض المواطنين، نقول بعض المواطنين، إذا نؤكد ذلك، تصرفات تاع بعض المواطنين ليست ملائمة وليست محمودة، وليست نشوف الناس ترمي الزبالة، نشوف الناس ترمي الزبالة في المكان هذا، أمر غير لائق. إذن هذا هو، إذا التهيئة في هذا المكان، إذن وكما قلنا المشروع ضخم ويتطلب صبر ويتطلب تقنيات ليست لدينا كجزائر في الجزائر. إذن المشروع هذا راه تحت إشراف شركة من كوريا الجنوبية، شركة دايو هي اللي تشرف على الأشغال هذو، وفيه مشاكل يعني خاصة مع السكان والشريك فيه، شركات مصانع مركبات قنوات مختلفة توجد على ضفاف الواد هذا، ولا بد من تسوية كل هذه الملفات مع المواطنين اللي يسكنوا في داخل لونسانت نتاع المشروع. إذن فيه مشاكل كثيرة مع المواطنين، وكذلك فيه مشاكل تقنية راجعة إلى طبيعة الأشغال. إذن الآن المشروع راه على حسب ما راني نشوف، أنا عندي الآن نتابعه منذ بدايته يعني حوالي 10 أو 12 سنة، لاحظ أنه فيه تقدم حتى ولو بطيء، لكن فيه تقدم في نسبة الأشغال، وليست هي كما قال بعض المسؤولين في فيديوهات أخرى، قالوا بلي نسبة الأشغال هي 95%، يعني النسبة الإجمالية هي في الحقيقة ماهيش واصلة 95%، لا ربما لا تتعدى 85% بالنظر إلى صعوبة ما تبقى من الأشغال، لأن الصعب الكبير هو راه في المنطقة هذه نتاع الحراش، مدينة الحراش والمحمدية، هذا هو المنطقة، هذا هو الجزء الأصعب اللي فيه أشغال كثيرة وفيه مشاكل كثيرة. على كل حال الأشغال تتعدت يعني حوالي راهي حوالي 80%، وإذا مع أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.